السلام عليكم. تظبيط السكر والوصول لمستوى طيب من السكر مش هو بس ده علاج السكر، لأن السكر من نوع تاني فيه أكتر من 10 اعتلالات واختلالات موجودة في أشياء كتيرة لازم نعالجهم أثناء ما احنا بنعالج السكر. عدوا معايا. رقم 1، أيوة لازم نظبط السكر، ولازم نظبط السكر بدري جدا، لأن السكر ليه ذاكرة السكر، لو ما زبطناهوش من بدري حتى لو زبطناه بعد كده يفضل يجي بعض المضاعفات تاني، فلازم نظبطه من بدري، ونظبطه باستخدام أدوية مش بس تظبط السكر، لا ده كمان يكون لها جانب إيجابي وتأثير إيجابي على القلب والأوعية الدموية وعلى الكلى كمان. تاني حاجة، سكر من النوع التاني بيكون غالبا معاه سمنة، خصوصا في منطقة البطن، ومقاومة إنسولين. السمنة ومقاومة الإنسولين الاتنين مع بعض بيعملوا دايرة مغلقة، لازم نكسر الدايرة دي عشان نقلل مضاعفات السكر ونعالج بقية العوامل الخطورة اللي موجودة معاه. وده بيتم عن طريق انقاص الوزن بطرق كتيرة والرياضة والأدوية، ومن حسن الحظ ان احنا دلوقتي عندنا أدوية وإبر شهرية بتظبط السكر وبتقلل الوزن. تالت حاجة، علاج اختلال الكوليسترول. اختلال الكوليسترول في السكر من النوع التاني ده بيؤدي لمضاعفات قلبية خطيرة، عشان كده لازم نظبط الكوليسترول. السكر من النوع التاني مش بس معاه ارتفاع كوليسترول سيء، لا ده كمان جزيء الكوليسترول بيكون كوليسترول شكله سيء، بيكون صغير ويكون تقيل ويدخل جدار الأوعية الدموية فورا ويعمل ضيق في الشرايين ويعمل جلطات، عشان كده بنوصي ان ندي علاج للكوليسترول ونظبطه للمرضى السكر من النوع التاني اللي اكتر من 40 سنة حتى لو الكوليسترول كويس. رقم 4، علاج والتحكم في ضغط الدم المرتفع والوصول بيه الى مستوى 130/80. رقم 5، المحافظة على الكلى بتظبيط الضغط وتظبيط السكر ومتابعة زلال الكلى عشان اول ما يظهر نعالجه على طول، لان ده اول مؤشر. رقم 6، المحافظة على العين وفحص الشبكية وفحص عدسة العين. بعد كده المحافظة على القدم والعناية بالقدم. بعد كده المحافظة على الأعصاب وأعصاب اعتلال الأعصاب. السكر دي مهمة جدا ونحافظ عليها، نمنع حدوثها من الأول بتظبيط السكر والضغط، وبعد كده أول ما تظهر أي علامات للاعتلال في الأعصاب نروح لطبيب السكر على طول. أخيرا، الحياة الصحية والرياضة والحمية، دول أهم حاجة من علاج السكر أيضا. تحياتي وسلامي، أنا دكتور طارق عاشور، استشاري الغدد الصماء والسكر، مستشفى المواساة الجديد. مستشفى المواساة الجديد، نرعى الأجيال.